بسم الله والحمد لله والله أكبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، ما تدخل في سبيل الحزن، كما نبه ربي في سورة الكهف، وهي سورة الكهف، قال لي ما تذهبش نفسك يا حبيبي الأول يا محمد عليك الصلاة والسلام حسرات عليه. هم مش طايقين كلامك، ما همش صابرين على وجودك بين أظهرهم، لهذا زايد، هم متلفين، ما همش فاهمين ماذا يطلب منهم رب العالمين. ايش مزال انت باش تحزن عليهم في مكانهم، هم اللي مشي تسوء عاقبتهم، لا انت، انت اديت الامانه يا صادق يا امين عليك صلاه الله والتسليم. فلا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون، لا تحزن، خليش تسيبك الاحزان اللي تهرم الجبال، ولا تحزن عليهم يعني فيما يخص نهايتهم الكارثيه الدنيويه والبرزخيه والختاميه، ولا تكون في ضيق مما يمكرون، ما تكونش متضايق من مكرهم، يعني خاطر ربي يحميك من مكرهم، والله يعصمك من النار. هكذا وربي ناصر، أول من ينصر أنت يا محمد عليك الصلاة والسلام، وباتباعك تكون الأمة ناصرة لدين الله ومنصورة من لدن الله. اليوم فماش نص لأنه فماش أمة، فما أهل يدعون انتساب للأمة هم أهل غمة ونهايتهم غمة دنيوية وبرزخية وأخروية. هاوش يستنى بيكم يا كذابين على الإسلام الدين المبين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكون. نعود إليها إن شاء الله تعالى الآية دي.